بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي بناتي التلاميذ والتلميذات، معكم الآن درس في مكون التعبير والإنشاء، والمهارة الأخيرة المقررة لديكم هذه السنة مهارة المقارنة والاستنتاج. فقط للتذكير، نحن قد سبق لنا أن توقفنا مع هذه المهارة، لكن من خلال المقارنة بين مفهومين. اليوم من خلال هذا النشاط، نشاط الاكتساب، سنتعلم المقارنة بين النصين، وبالضبط بين النصين الشعريين. أمامنا نصان شعريان أو نصين شعريين، الأول للشاعر أبي القاسم الشابي، والثاني للشاعر بدر شاكر سياب. سنبدأ أولا بتعرف الخطوات الإجرائية التي يلزمنا تتبعها لكي نتمكن من المقارنة بين النصين. وإذا تذكرتم جيدا ستكتشفون أنها نفس الخطوات الإجرائية التي سبق أن توقفنا معها من خلال المقارنة بين المفهومين. الخطوة الأولى هي تحديد موضوع المقارنة، يعني في مقدمة الموضوع يلزم على التلميذ أن يشير إلى أنه أمام نصين شعريين، يسمي هذين النصين بالإشارة إلى صاحبيهما، يعني أن أقول إن النص الأول هو للشاعر الفلاني، مثلا عندنا هنا النص الأول هو للشاعر أبي القاسم الشابي، والنص الثاني هو للشاعر بدر شاكر السياد. ويمكن أن يشير إلى أنه سيتخذ من هذين النصين موضوعا للمقارنة، ثم بعد ذلك يبدأ بطرح يطرح سؤال أو سؤالين، والسؤال كما أشرنا سابقا هو سؤال واضح، هي ما هي مظاهر أو أوجه الاشتراك والاختلاف بينهم. إذن هذه الخطوة الأولى وهي خاصة بمقدمة الموضوع. الخطوة الثانية في عرض الموضوع يبدأ التلميذ بالمقارنة، والمقارنة كما تعلمون هي إبراز أوجه الائتلاف والاختلاف بين شيئين، والشيئين عندنا هنا هما نصين شعريين. لذلك يبدأ التلميذ بإبراز مثلا مظاهر الاشتراك، يعني في ماذا يشترك النص الأول مع النص الثاني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إبراز مظاهر وأوجه الاختلاف بينهما. إذن هذا فيما يتعلق بعرض الموضوع. والخطوة الأخيرة وتشكلها خاتمة الموضوع هو استنتاج لما تم التوصل إليه في عملية المقارنة، يعني لا شك أن هذين النصين يشتركان في بعض العناصر ويختلفان في عناصر أخرى. بالطبع نذكر هنا بتعبير ذاتي بعض هذه العناصر التي يشتركان فيها وبعض هذه العناصر التي يختلفان حولها. إذن كما قلت سابقا ستلاحظون أنها نفس الخطوات التي سبق تعرفها من خلال المقارنة بين المفهومين. إذن هي خطوات بسيطة سهلة، فقط على التلميذ أن يحسن توظيفها. الآن ننتقل إلى إبراز أوجه الاختلاف والاشتراك بين هذين النصين. كما تلاحظون بناء على الطريقة التي اعتمدناها سابقا، نحن حددنا جدولا واصفا يمكننا من أن نتعرف أوجه الاختلاف وأوجه الاشتراك بين النصين ويسهل علينا العملية. طبعا نبدأ بأوجه الاشتراك. تلاحظون على أن النصين يشتركان في كونهما نصان شعريان، هذه نسميه وحدة الجنس الأدبي أو وحدة النوع الأدبي. إذا يمكن نقول أن هذين النصين يشتركان، إن هذين النصين يشتركان مثلا في وحدة النوع الأدبي، فكلاهما نصان شعريان. إذا قرأتم جيدا النصين،
تكتشف على أن موضوعهما العام يعالج قيمة من القيم المحددة لدينا هذه السنة، وهي قيمة الجمال. إذا هناك وحدة الموضوع العام يشتركان فيها، يعني النص الأول مع النص الثاني. بما أنهما يعالجان قيمة الجمال، فلا شك أن هذا سيؤدي إلى وحدة الحقول المعجمية، سواء النص الأول أو النص الثاني يهيمن عليه الحقل المعجمي الدال على الجمال. سنكتشف كذلك على أن هذان النصان، أن هذين النصين عفوا، يشتركان في توظيف ما يسمى باللغة التصويرية. فسواء النص الأول أو النص الثاني ستلاحظون على أن الشاعرين معا اعتمدا ما يسمى بالتشبيه، اعتمد المجاز، اعتمد الاستعارة. مظهر آخر من مظاهر الاشتراك هو اعتمادهما معا ما يسمى بظاهرة التكرار اللفظي، أي تكرار بعض الكلمات. مثلا أنت أنت مثلا في النص الأول، النص الثاني جيكور وجيكور. إذن هذه كلمات تم تكرارها في النصين معا، إذن اشترك في اعتماد هذه الظاهرة، ظاهرة التكرار اللفظي. وهذه الظاهرة، ظاهرة التكرار اللفظي، تدخل ضمن ما يسمى في الشعر العربي بالإيقاع الداخلي للنص. الإيقاع الداخلي، وهي ما يسمى بالتكرار بالإضافة إلى ظواهر أخرى لا تهمنا كثيرا. إذن هذه فيما يتعلق بأوجه الاشتراك. الآن أوجه الاختلاف. حينما نتحدث عن أوجه الاختلاف، نتحدث عما يميز النص الأول عن النص الثاني. ستلاحظون على أن النص الأول ينتمي إلى ما يسمى بالشعر العمودي. إذا تأملتم النص ستجدون البيت الشعري، وكل بيت مجزأ إلى شطرين، يسمى شطرين، يسمى الشطر الأول الصدر، ويسمى الشطر الثاني العجوز. هذا نظام البيت الشعري. ستلاحظون على أن هذه الأبيات الشعرية متساوية في حجمها. إذا نقول انتماء النص الأول إلى، يعني نص الشاعر أبي القاسم الشابي، إلى ما يسمى بالشعر العمودي المبني على نظام الأبيات الشعرية المتساوية الحجم. النص الثاني عكسه ينتمي إلى ما يسمى بالشعر الحر، أو ما يسمى كذلك بشعر التفعيلة، وهو لا يعتمد نظام الأبيات الشعرية بل يعتمد نظام الأسطر الشعرية. إذا لاحظوا عندنا أسطر شعرية، كل سطر منفرد عن الآخر منعزل عنه، وهذه الأسطر هذه تتميز بكونها تختلف في حجمها، تتفاوت في حجمها. الأبيات الشعرية متساوية الحجم، والأسطر الشعرية متفاوتة مختلفة الحجم. عندنا كذلك خاصية أخرى يتميز بها النص الأول عن النص الثاني، هو ما يسمى بوحدة حرف الروي، سميتها اعتماد الروي الموحد. وحرف الروي هو الحرف الأخير الذي ينتهي به البيت الشعري أو السطر الشعري. القصيدة الأولى تلاحظون أن كلها تنتهي بحرف الدال. إذن هنا نقول بأن الشاعر اعتمد ما يسمى بالروي الموحد، في حين أن القصيدة الثانية نلاحظ أن هناك أروية متعددة، أن الراء بعض الكلمات، وعندنا الباء في بعض الأسطر الشعرية، والباء في أسطر شعرية أخرى. إذا هذه خاصية تانية. على مستوى الموضوع، إحنا قلنا أن النص الأول والنص الثاني يعالجان قيمة الجمال، لكن نص أبو القاسم الشابي يتحدث عن جمال المرأة، أنت ما أنت إلا، في حين أن بدر شاكر السياب يصف لنا جمال المكان، مدينة جيكور، وهي مدينة عراقية ومدينة التي ينتمي إليها الشاعر. إذن عندنا ما يسمى بالاختلاف في المواضيع الجزئية. كذلك سنلاحظ على أن النص الأول هيمن عليه الأسلوب الخبري وغابت عنه الجمل الإنشائية كلية، في حين أن النص الثاني وإن كانت الجمل الخبرية هي المهيمنة،
لكن مع ذلك نجد أن الشاعر وظف جملتين إنشائيتين بصيغة النداء. إذن هنا دائما نبحث عن كل ما يمكن أن يميز النص الأول عن النص الثاني لكي نتمكن من إبراز أكبر عدد ممكن من مظاهر الاختلاف بين النصين. بقي عنصر واحد هو صاحبي النصين. الأول شاعر تونسي من شعراء الحركة الرومانسية، يعني أبو القاسم الشابي، والثاني شاعر عراقي من رواد حركة الشعر الحر. لكن هنا لا بأس أن أضع بين قوسين أن الإشارة إلى صاحبي النصين أولا يجب أن نختم بها عملية المقارنة، ماشي أن نبدأ بها، لأن أصل المقارنة عندنا هنا بين نصين وليس بين شاعرين، وبالتالي تكون هي في نهاية عملية المقارنة، سواء في الاختلاف سواء في الاشتراك. يعني يمكن أن تجد أمامك نصين شاعرين لشاعر واحد أو لشاعر مثلا من بلد واحد. الأمر الثاني، متى يمكننا أن ندرج الشاعرين في عملية المقارنة؟ إذا مثلا قدمت لنا نبذة قصيرة عن حياة الشاعرين. أما إذا لم يقدم لنا مثلا أي شيء عن حياة الشاعرين أو أحدهما فقط اسمهما، ففي هذه الحالة نكون غير مطالبين بإدراج الشاعرين في عملية المقارنة. بقي الخطوة الأخيرة هي الاستنتاج، وهي كما قلنا خاتمة الموضوع. والاستنتاج كما قلنا سابقا أنه يكون مبنيا على ما توصل إليه التلميذ في عملية المقارنة. لاحظوا مثلا هنا قلنا أن النصين أو إن النصين يشتركان في النوع الأدبي، يعني كلاهما نصان شعريان، ووحدة الموضوع العام، يعني يعالجان قيمة الجمال، إلا أنهما يختلفان في نوع الشعر، هذا عمودي وهذا الشعر الحر، وكذلك في المواضيع الجزئية. إذن هذه هي أهم ما يميز النص الأول عن النص الثاني، وكذلك أهم مظاهر الاشتراك فيما بينهما. لاحظوا على أن ما يلزم الآن هو أن يعرف التلميذ مميزات الكتابة الشعرية عندنا نحن في الشعر العربي، وأهمهما كما قلنا هي الشعر العمودي مع الشعر الحر. إذن بقي لنا نشاط التطبيق، عفوا، وليس نشاط الاكتساب. اكتب موضوعا إنشائيا تقارن فيه بين قصيدة الشاعرة نازك الملائكة، عندكم في الصفحة 138 من المقرر الدراسي، ومقطع الشاعر أحمد شوقي، وكذلك في الصفحة 140 من المقرر الدراسي، مع استثمار الآن ما تم تعلمه في هذا النشاط، يعني نشاط اكتساب. وأرجو لكم أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.